النهارده موجودين احنا في المعرض الدولي تبوير مخلفات القمامه كنقابه فلاحين، لان طبعا الزراعه بنت على النقابه والعامه والفلاحين، وان احنا نبدا نفرد ونقول عندنا ارائنا ونقدر نقول ان احنا موجودين هنا كنقابه عامه للفلاحين، لان الزراعه هي اساس العالم في كل حاجه اللي بنى عليها طبعا الطعام والاكل والشرب والحاجات دي كلها. المعرض اللي انت شايفينه ده نفس العالم يجي يشوف المنتج المصري وازاي نقدر نسوقه ونصدره لبره، مش نهمله وننوث البيئه ونلقط الفضلات والقذرات اما في الترع او المصارف او المساجد، وازاي كيفيه نستغلها في انتاج الطاقه الكهربائيه، الطاقه الحراريه، اخدت بالك؟ لها استخدامات كثيره، اخدت بالك؟ بس للاسف احنا ما عندناش المنظومه الاعلاميه الكامله اللي هي من خلالها ازاي توجه الفلاح للزراعه الصح والتنميه الصح. المعرض ممكن يفيد الفلاح في تدوير مخلفاته الزراعيه من خلال حرق دش الرز، انا ممكن استفيد بيه كعلف كامل الدسم بالنسبه للانتاج الحيواني والمضر للالبان. حطب القطن ممكن استخدمه كعلف للماشيه وسماد عضوي للاراضي الزراعيه. بالنسبه للذره ممكن استخدمه بعد جفافه واستخدام المحصول في انتاج زيت الذره ودخل واضافته لرغيف العيش. اما بالنسبه للعدام بتاعه الذره ممكن افرمها واعملها سلاج للبهايم واقدر اعلف منها البهايم، للوصول ان انا انمي من خلال تنميه الارض الزراعيه وتنميه الثروه الحيوانيه.